الوجهة السياحية ذات كل شهرة وطنية وكذلك عالمية، عندهم مؤهلات مختلفة ومتنوعة، أولا الطبيعة ولكن كذلك الثقافة، الثقافة القصور والقصبات، كذلك الصناعة التقليدية، وأخيرا السينما اللي كيمثل هنا إقليم بوشزازات ومدينة بوشزازات، أكبر استوديو في المملكة اللي كاين واحد الالتقائية بين السياحة والسينما، وداكشي نشتغلوا إن شاء الله مع وزارة الثقافة باش تكون واحد التعبئة جماعية باش نعرفوا أكثر على المؤهلات في هذا المجال السينما. كذلك كاين واحد التعبئة ديال العديد من الشركاء والقطاعات باش نعرفوا التراث الثقافي، الواحات، القصور والقصبات. كاين واحد المجهود مشترك، أولا ترميم هذا التراث المهم ونجعلوا منه مسارات سياحية مهمة اللي غيمكننا نسوقوها ونروجوها باش نعرفوا بها على الصعيد الوطني، لأن يمكن المواطنين ما كيعرفوش هذا التراث المهم، وكذلك على الصعيد الدولي. فكانت هذه زيارة مهمة جدا، كنشكروا عليها السلطات المحلية والشركاء باش إن شاء الله نتفاوتوا هذه الأزمة غير مسبوقة اللي عانى منها السياحة والصناعة التقليدية، ولكن هي نفسنا العودة للنشاط إن شاء الله السياحي في المستقبل القريب إن شاء الله.